لكم معي في قناة جوري الصغيرة. اليوم جبت لكم واحد السيرو اللي هو سيرو طوبلكسي لدوسيش. هاد السيرو هذا كيروق الناس اللي عندهم الكحبة جافة وجروح في البلعوم يعني في الكروجوطة. هاد السيرو هذا راه يعني فعال وزوين وراه كيتخاد يعني طريقة الاستعمال ديالو راه كيتخاد من ابتداء من عامين حتى الكبار يعني الوليدات الصغار من عامين كياخدو معلقة من الليل. وبالنسبة للناس الأديت راه كياخدو ثلاثة المعلقات في النهار يعني الصباح وفي الغداء وفي الفطور. وراه الثمن ديالو راه يعني تا هو رخيص يعني الثمن ديالو كبير 15.70 درهم. راه فعال ومزيان الكحة ويعني بالتجريب راه فعال. المهم كنتمنى منكم تساندونا وتابونا معنا وتزيدو تشجعونا باش نلوحو لكم فيديو اخرين جداد. وتبارك الله عليكم. ولا عندو شي سؤال ولا شي حاجة